بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أخوكم الخبير الأمني والقانوني بدر الحمادي، المرشح النيابي عن المقعد السابعة من محافظة المحرق عراد وحلف المهيم والسلطة. طبعا بدر الحمادي مواطن في العاصمة القديمة للبحرين اللي هي أم المدن المحرق، وإحنا في عراد. طبعا أنا فخور جدا اني اكون امثل اهالي عراد وحاله العين والسلطه، لاني عندي اصرار وعزيمه من اجل نقول احنا الدفاع عن كل الحقوق ومن اجل تمثيلهم. طبعا برنامج الانتخابي في عده محاور، انا محاوري راح تنصب على الشباب وكبار المواطنين والنساء والارامل وما يتعلق في تنميه نقول احنا الشاب اللي هو موجود في عراد وفي البحرين بشكل عام. أهم المحاور عندي كذلك الصفة التشريعية، بما أني رجل قانون وتشريع فبيكون من ضمن المواضيع المهمة عندي في المحاور التشريع والقانون في مسألة الرغبة والتشريع القانوني. كذلك راح أكون دائما حريص لتلمس أهل الدائرة السابعة في المحرق، شنو هي همومهم، شنو اللي عانوا فيه من قبل، وراح أكون دائما وأبدا أحب أني يعني أني أوصل إلى كل شيء أحس فيه يمثلهم ممكن يعانون منه، لأجل أحافظ على هؤلاء إخواني وأخواتي في الدائرة من أجل معيشة أفضل وكرامة المواطن بشكل عام وكذلك في الدائرة السابعة. فهمي اني اغير الى الافضل والاحسن بالقوانين والتشريعات باذن الله.